اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، عاجله وآجله، علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا. اللهم احفظ ولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.